السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة صف ثاني ثانوي علمي وأدبي. إن شاء الله النهاردة من كراسة امتحانات المعاصر للعلمي هنحل النموذج الأول. النموذج ده هناخده على جزئين. السؤال الأول بيقول مدى الدالة الممثلة بالشكل المقابل. المدى كان بيجي من محور الصادات. شوف الصاد ما خدش إلا قيمة واحدة هنا بس اللي هي الواحد، وهنا خد السالب واحد، ففي واحد عنده اعتراض بيقول يا أستاذ ده مفتوحة. لا انت كده مش فاهم يعني ايه مدى. المدى هو كل ناتج طلع لما عوضت بقيم سين، يعني لما عوضنا بواحد طلع بواحد، باتنين بواحد، تلاتة بواحد، اربعة بواحد، وهكذا. فعشان كده هنا واحد، وهنا برضو لما عوضنا بالسالب واحد طلعت بسالب واحد، يبقى المدى واحد وسالب واحد اللي هو الاختيار الأول. النقطة دي على علمي بس، أدبي لا. إذا كانت النقطة هي نقطة تقاطع الدالة والدالة العكسية، قلنا له يا أستاذ النقطة في الدالة هي هياها في الدالة العكسية، يعني ما تعكس الصاد مكان السين والسين مكان الصاد، تقلبها. هنساوي الخانة الأولى بالأولى، يبقى السين بتساوي 4 على سين، سين تربيع بأربعة، يبقى السين بتساوي لما ناخد الجذر موجب أو سالب 2 اللي هو الاختيار جيم. السؤال الثالث بيقول نهاية سين تقترب من المالة نهاية. كان في 3 ملحوظات. أول واحدة بتقول لو السين اللي تحت أكبر سين تحت طبعا تبع الأس، في زيها فوق يبقى ناتج الأرقام اللي قدامهم. لو كانت أكبر سين تحت هي أكبر من أي سين فوق، مفيش فوق قدها، يبقى الناتج صفر. لو كانت السين اللي تحت في أكبر منها فوق يبقى الناتج ما لا نهاية. هنا يا أستاذ أكبر سين تحت سين أس 2 مفيش زيها فوق، يبقى الناتج صفر. والناس اللي بتحب تحل تفصيلا، نهاية سين تقترب من الما لا نهاية، هنقسم على سين تربيع. 2 سين على سين تربيع زائد 3 على سين تربيع على 5 سين تربيع على سين تربيع زائد 4 على سين تربيع، طلع الناتج 2 على سين زائد 3 على سين، هنشيل السين ونحط ما لا نهاية، على 5 زائد 4 على ما لا نهاية، طلع 0 على 5 بصفر اللي هو الاختيار باء. في المثلث أ ب ج، إذا كان 4 من جا أ بتساوي 3 من جا ب بتساوي 6 من جا ج، يبقى زاوية ج بكام تقريبا؟ قلنا له يا أستاذ لازم نقسم على رقم يقبل القسم عليهم كلهم، فهنقسم كله على ال 12. دي ما اتبسطت هنا فيها التلاتة، يبقى معنى كده إن الألف شرطة بتساوي 3 كاف، وإن الباء شرطة بتساوي 4 كاف، وإن الجيم شرطة بتساوي 2 كاف. ناخد الكلام ده نحسبه برا. قلنا له يا أستاذ أنت عايز جتا جيم؟ طب ما كان لها قانون. قانونها أ شرطة تربيع زائد باء شرطة تربيع ناقص جيم شرطة تربيع على 2 من أ شرطة ب شرطة. هنبدل كل حاجة ونحط قيمتها. أ شرطة يبقى 9 كاف تربيع زائد باء شرطة 16 كاف تربيع ناقص جيم شرطة 4 كاف تربيع على 2 في 3 كاف في 4 كاف. تعال نجمع 9 و 16 25 ناقص 4 21 كاف تربيع على 24 كاف تربيع، دول راحوا، نجيب الحسبة، شيفت كوزين 21 على 24 تساوي، نضغط زرار القمة، 28 درجة و 57 دقيقة، يعني تقريبا 29 درجة اللي هو الاختيار باء. السؤال الخامس بيقول معانا مثلث في زاوية جيم بكذا وألف شرطة بكذا وباء شرطة بكذا أو جد جيم شرطة. قلنا له يا أستاذ القانون بيقول إن جيم شرطة تربيع بتساوي ألف شرطة تربيع زائد باء شرطة تربيع ناقص 2 ألف شرطة باء شرطة جتا جيم. هنعوض فيه، هيكون 49 زائد 81
ناقص 2 في 7 في 9 في جتا 96 درجة و23 دقيقة. هنحسب الكلام ده كله، يبقى الجيم شرطة طلعت تقريبا بتساوي 12. مساحة المثلث بتساوي ايه؟ مساحة المثلث نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية اللي بينهم، نص في ألف شرطة ب7 في باء شرطة ب9 في جا 96 و23 دقيقة. كل الكلام ده طلع بيساوي 31 سنتيمتر تقريبا. السؤال 6، لو كان دالة 1 ب3 وره 3 ب5، يبقى ره بعد دال 1. قلنا له يا أستاذ معناه خد الواحد عوضه في الدالة دال، ده طالع ب3. طيب خد التلاتة حطها في الدالة ر، طالعة ب5، يبقى الناتج 5 اللي هو الاختيار ب. السؤال 7، مجموعة حل المعادلة دي ايه؟ قلنا له يا أستاذ ناخدها بنحللها بره. فتحنا قوسين، 2 أس س في 2 أس س، ال 32 ده دي عبارة عن 4 في 8، الأخير موجب القوسين مثل إشارة المنتصف، ومنها 2 أس س بتساوي 4 اللي هي 2 أس 2، ومنها 2 أس س ب8 اللي هي 2 أس 3. يعني السين بتساوي 2 والسين بتساوي 3 اللي هو الاختيار ألف 2 و3. السؤال 8 بيقول استخدم منحنى الدالة دال، حيث دالة سين بواحد ع سين، وره سين كانت بتساوي دالة سين ناقص 2 زائد 2، ومن الرسم عين المدى وابحث للتراب. بص يا باشمهندس، حضرتك هتيجي هتشيل السين في الدالة دال وتحط سين ناقص 2، بقت 1 على س ناقص 2 زائد 2. جينا يا باشمهندسين قلنا دي رسم الدالة كسرية، نقطة التماثل 2 و2، بناخد لها شبكة هنا كده وبنرسمها، ما بتقطعش محاور الشبكة، بتمشي جنبهم كده، وتقدر ترسمها على برنامج الجيوجبرا اللي معاك على التاب. كنت شرح قبل كده البرنامج ده بتستخدمه ازاي بالظبط. عايزين المدى، المدى ح فرق الاتنين. عايزين الاضطراب، دي تناقصية من سالب ما لا نهاية للاتنين مفتوحة ومن 2 مفتوحة لما لا نهاية، لازم التزايد والتناقص يكون فترات. السؤال 9، ده نظرية يا أستاذ، كنا بنحلها ازاي؟ كنا بنضبط السؤال ده نظرية الأول، نيجي للي جوه القوس يقول لي رقمه، ونقول اليمين زي اليمين واليسار زي اليسار، الأسس متساوية، اليمين اللي هو ده يا شباب واليسار اللي هو ده، والإشارة سالب، يبقى الناتج الأس اللي فوق على اللي تحت في الأساس، أس الأس اللي فوق ناقص اللي تحت، يبقى الناتج 5 في 16 ب80 اللي هو الاختيار ج. السؤال 10، الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة دال، فإن نهاية س تقترب من الاتنين دالة س جوه مقياس. قلنا له جوه مقياس يا أستاذ يعني المفروض يكون في تماثل عندها عند الاتنين، أنت عايز المقياس هيكون في تماثل هنا كده، يبقى معنى كده الاقتراب من جهة اليمين واليسار هيكون عند الواحد اللي هو الاختيار ألف. عدد حلول المثلث ده كام؟ جينا قلنا له يا أستاذ نجيب لك ميم جالام، يبقى هنا 15 في جالام اللي هو جا 40، جبنا الحسبة 15 ساين 40 بتساوي، طلعت 9.6، يبقى معنى كده يا أستاذ إن الارتفاع عين ده كان عين أقل من لام، واللام أقل من الميم، يبقى معنى كده ان عدد الحلول حلين. مجموع جذري المعادلة دي ايه؟ قلنا له 25 5 اس 2 س ناقص 12 في 5 اس س زائد 27 بتساوي 0. هنحللها، هتكون 5 اس س في 5 اس س، ال 3 في 9 دي بتساوي 0 ودي بتساوي 0،
ومنها 5 أس س بتساوي 3، هناخد لوغاريتم 5 للطرفين، بقت س بتساوي لوغاريتم 5 3، وهنا س بتساوي لوغاريتم 5 9. بيقول لك مجموع الجذرين بكام؟ تعال نجمع دول، يبقى س زائد س بتساوي لوغاريتم 5 3 زائد لوغاريتم 5 9، جمع يعني ضرب، يبقى لوغاريتم 5 27، اللي هو الاختيار ج. السؤال 13، قلنا له يا أستاذ واحد عسين يعني المرافق، يبقى لوغاريتم السين نفسها 5 زائد 2 جذر 6، زائد 1 على سين اللي هي مرافق دي 5 ناقص 2 جذر 6، دول كده راحوا، يبقى الناتج لوغاريتم 10 ولوغاريتم 10 10 بواحد. ليه؟ عشان ده كان اسمه لوغاريتم معتاد، كان الأساس هنا بيكون 10 بس هو ما بيكتبوهوش. أ ب ج مثلث متساوي الأضلاع، طول ضلعه 5 جذر 3، فإن طول قطر الدائرة المارة برؤوسه يساوي، كنا بنقول طول الضلع على جيب الزاوية جا 60 لأنه مثلث متساوي الأضلاع، بتساوي 2 من نص القطر، ده اسمه القطر. جا 60 بجذر 3 على 2، يبقى 10 بتساوي 2 من نق، هو عايز طول قطره، يبقى طول قطره ب10، اللي هو الاختيار ج. السؤال 15 بيقول إن كان دالة س بتساوي 2 زائد جذر 3 ناقص س، فأوجد مجال ومدى الدالة د، ثم أوجد د أس سالب 1 س. تعال ننقل السؤال ده بره. دي يا أستاذ الدالة د، فعشان نجيب المجال كنا بناخد ما بداخل الجذر أكبر من أو يساوي الصفر، يبقى السين أقل من أو تساوي 3، يبقى المجال بتاعي من سالب ما لا نهاية لحد 3 مغلقة. تمام، عاوزين يا أستاذ نجيب المدى. المدى لو خدنا الكلام ده عوضنا به هنا هيكون من أول 2 مغلقة لما لا نهاية، خد أول رقم عوض بيه وتاني رقم هتبص تلاقي الأرقام بتزيد، يبقى هو من 2 لما لا نهاية. عاوزين نجيب الدالة العكسية، هنبدل الصاد اللي هي دي ونحط س، والسين ونحط صاد، هنعدل الاتنين بإشارة مخالفة، هنشيل الجذر نربع الطرفين، هنعدل 3 بإشارة مخالفة. الصاد هي دالة أس سالب 1 س، ده كان المجال، يبقى هنا اسمه مدى، يبقى المدى من سالب ما لا نهاية لتلاتة. عايزين نجيب المجال، المجال هو المدى، يبقى هيكون من 2 لما لا نهاية. آخر سؤال هنحله النهاردة، إذا كان الدال من ح لح، حيث دالة س بألف زائد 1 س زائد باء ناقص 2، وكانت دالة س تربط كل عدد حقيقي بنفسه، يعني ايه؟ يعني يا استاذ لازم تكون الصاد قد السين. برافو عليك، معنى كده يا استاذ ان السين الرقم اللي قدامها 1، ايوه، يبقى الف زائد 1 بتساوي 1، ومنها الف بصفر، ممتاز. معنى كده ان مفيش باء، الخانة دي مش موجودة، باء ناقص 2 دي مش موجودة، يبقى باء ناقص 2 بتساوي 0، ومنها باء بتساوي 2، صح، يبقى النقطة 0 و2 اللي هو الاختيار ج. نتقابل إن شاء الله مع باقي حل التمارين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.